مزايا إيكولوجية واقتصادية تمتاز بها السيارة الكهربائية، ولتشجيع المواطن على اكتسابها محطات لشحن السيارات الكهربائية تحت خدمة المواطن والعينة من الصابلات بالعاصمة. قبل كنت نعاني من الشحن، كنت نشحن بشارجر في المنزل، ودوك الحمد لله يا ربي رانا نجيو هنايا داروا شارجور شارجي 100% رابيد، اللي كنت نشارجي في 8 سوايع دوك وليت نشارجي في 20 دقيقة حتى ل 30 دقيقة. يعني عجبتني الفكرة، الله يبارك، هذا عامل حفزني باش نشري سيارة هجينة والله، سيارة كهربائية. مبادرة طيبة خمت فينا بلادنا ودارت مشروع كيما هذا، صديقة للبيئة وتساعد بوكو بلوس، كما انا نشوف المناخ تاعنا تغير كامل هذا التلوث البيئي. شخصيا نتمنى واحدة تكون عندي هكذا سيارة كهربائية ومشي، وثانها ما بدات تمشي في الولاية الشرق والغرب، وان شاء الله تروح للجنوب ثاني. محطة أخرى تم تشغيلها بمحطة الخدمة بالبليدة، وأولى عمليات الشحن تكون مجانية بكل المحطات. كاين كرارس يجيو كل يوم 4-5 كرارس في النهار، وتمشي الله يبارك ان شاء الله. قدرنا نصنع هذا العمود وكذلك المحطه لشحن سيارات الكهربائيه على مستوى وحده العلمه التابعه للصايق، وهي الشركه الجزائريه للصناعه الكهربائيه والغازيه، هي فرع لمؤسسه سوني غاز. نسبه الادماج فيما يخص العمود هي فاقت 20%، أما فيما يخص المحطة ككل فاقت 52%. كمرحلة أولى والسنة الأولى كانت فيها مبادرة من طرف سوني غاز، السيارات الأولى التي تشحن هي تشحن مجانيا. مثل هذه المحطات الصديقة للبيئة تؤكد عزم الجزائر والتزامها ووفائها لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتقليل من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.